المنتخب المغربي بهدل لك الجزائر، ولابؤة الأطلس جابوا لك العز بدون خريطة المغرب. ربحنا الجزائر بدون الخريطة. كما عارفين ان البارح كانت مباراة المنتخب المغربي النسوي ضد المنتخب الجزائري، والمباراة سالت بالتبهديلة، ورسميا كانت تأهلوا لنهائيات كأس العالم اللي منظمة في الدوميكان. في هذا الفيديو غادي نعرفوا تفاصيل خسارة المنتخب الجزائري، واش كاين شي مؤامرة ولا لا، وغادي نعرفوا بزاف ديال التفاصيل اخرى. ما عليك غير تكمل معي الفيديو حتى الاخر، وتخلي معك واحد لايك ودير هاشتاغ ديما مغرب والصحراء مغربية باش نعرفك انك كاين، وبقى معايا حتى الاخر. إذا نبدأ بهذا الخبر، حيث انتصر المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 عاما بأربعة أهداف إلى شيء على نظيره الجزائري بملعب بركان البلدي. كما عارفين أن الجزائر حاليا أي مباراة فيها الخريطة المغرب كتنسحب، والبارح الجزائر ما انسحبات حيث المنتخب المغربي النسوي لعب بدون خريطة، ودار أحسن حاجة حيث ما لعبش بالخريطة، حيث المباراة تلعبت في وسط بركان، وأنتم عارفين شنو وقع في بركان. اتحاد الجزائر كنسحب في ملعب بركان، وعلاش نسحب؟ بسبب خريطة المغرب. وحتى منتخب فوتبول الجزائري ومنتخب كرة اليد ومنتخب السباحة كاملين انسحبوا ضد المنتخب المغربي. بسبب اش؟ بسبب الخريطة ديال المغرب. والبارح المنتخب النسوي أقل من 17 سنة ما لبسلكش الخريطة ديال المغرب، قال لك أجي غنطحنكم بدون خريطة. وداك الشيء اللي كان أخوتي، المباراة سالت ب 4-0، وكنا نقدروا نضربوا الجزائريين بخمسة ولا 6-0، حيت واخا نضربوهم ب 10-0 غيقولوا مؤامرة. وداك الشيء اللي كان أخوتي في المباراة البارح، الجزائريين قال لك مؤامرة القجع، يعني القجع هو اللي مشى للملعب هو اللي مشى ماركي لك. المهم كاينه مؤامره، وهي اذا جينا نشوفوا المباراه كانت مسيطره عند المنتخب المغربي، حيت في بدايه المباراه جمهور المنتخب المغربي صفق ديال بصح للمنتخب الجزائري، واحترم الناشئ ديال المنتخب الجزائري وعلى السلام للجزائر. يعني احنا عندنا جمهور عقلاني وكيفكر بالعقل، وما فيش ديك الحقد والكراهيه، ماشي بحال منتخب الجيران كنلعبوا غير مباراه وديه كيبداو يقولوا عطيو البنان عطيو البنان المروكي هيا. دابا نكمل، يعني الجماهير المغربيه بعيده بألف سنه ضوئيه على جماهير ديال كراغله. المهم حنايا كنحترمهم صراحه، وهذا الشيء اللي شفناه في المباراه ديال البارح. وفي بدايه المباراه ملي بدا نشيد المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي التزم الصمت اللي سال النشيد صفق للمنتخب الجزائري، يعني المنتخب المغربي والجمهور ديالو كيحترم الجزائر. وهذا الشيء ماشي اول مره كديروا المغرب، راه دارته بزاف المرات مع اتحاد الجزائر مع المنتخبات اخرى، يعني المنتخب المغربي ما كيدخلش السياسه في الكره. والمباراه ديال البارح بدات بكل اريحيه، المنتخب المغربي النسوي تفوق على منتخب الجزائري في اللعب ديال بصح، لا هجوميا لا بالاحتفاظ على الكره، يعني المنتخب المغربي لعب الكره ديال بصح. وفي الدقيقه 31 المنتخب المغربي استغل واحد الكفره وماركاها وجبدها في الشبكه، كما كتشوفوا معايا جون عالمي صراحه. هذا الهدف الاولي، والهدف الثاني كان اجمل، حيت الهدف الثاني جا في الدقيقه 40 وكان هدف عالمي في منطقه الجزاء. هانتوما كما كتشوفوا معايا الهدف. المهم المنتخب المغربي ضيع بزاف ديال الفرص، كنا نقدروا نغلبوا الجزائر بسته ولا سبعه خوتي اقسم بالله. حيت في الدقيقة 50 المنتخب المغربي صيد واحد ركلة جزاء، ولكن المنتخب المغربي ما استغلاش وما ماركيهاش ضيعها، ولكن موراها بدقيقة واحدة الهدف الثالث كيجي يا سيدي. في الدقيقة 51 بقى حتى ما دازت 40 ثانية جا الهدف الثالث، ومن موراها 6 دقائق 7 دقائق جا الهدف الرابع في الدقيقة 57، هدف عالمي عاوتاني. المهم اخوتي انا قلت لكم المباراة كانت على التالي بستة ولا سبعة ديال الأهداف، لولا ضياع لبؤة الأطلس هذا الكم الهائل من الأهداف لكانوا تماركا. ورسميا المنتخب المغربي كيقصي الجزائر من كأس العالم أقل من 17 سنة اللي عاد نظم في الدومينيكان، ورسميا المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم، يعني حتى الفتيات الصغار جاي من العز. وتمنظرت أخوتي منذ تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي بدينا غير نشوفوا الإنجازات ديال المغرب، لا منتخب أقل من 17 سنة، لا منتخب أقل من 23 سنة، لا منتخب المحلي، لا منتخب النسوي، لا منتخب النسوي الصغار، لا منتخب فوتبوصالة، لا السباحة، لا السياقة، كلشي يا سيدي. المغرب حاليا طالع الفوق الفوق، هادشي كامل ماجي من المجهودات ديال المغرب. وما نساوش فوز القجع طبعا، حيت الدراري كتقاتل وكتجيب العز للكره المغربيه، وانتم عارفين ان الكره حاليا هي كل شيء. اذا كانت عندك الكره سيدي الاقتصاد ديالك غادي يطلع، والسياحه ديالك غادي تطلع، والفلوس والبينغا طالعه. والمنتخب المغربي النسوي لعب بلا خريطه وخا يدك كان تدليس. كيقول لك كاينه مؤامره وكاين فساد في الكاف، كيفاش علاش الله اعلم. واش فوز القجع والاتحاد الافريقي جاي ماركي ديك اربعه الاهداف؟ واش فوز القجع كيتحكم في الكره؟ واش 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 الله اعلم. احنا لعبنا في الطر ديالنا امام الجمهور ديالنا وغلبناكم 4-0 وقصيناكم كاس العالم، يعني انا كيبان لي ما كاين حتى شي مؤامره، اذا كانت شي مؤامره راه عليكم نتوما. واخا هيداك اخوتي الاعلام الجزائري ما سكتش وقال لك مؤامره وكاين تدليس. شوفوا معايا واحد جزائري كيعترف بالمنتخب المغربي وكيقول اننا حنايا اللي فينا الفايو، يعني الجزائر هما اللي فين الفايو. اول جزائري كيعترف بهادشي، شوفوا معايا.
صافي صافي تزيكو تهنيتو وفرحتو نهار نتوما تطبلو نتوما تكذبو المغرب ما كان والو ها الاكاديميه ها بركان بركان شوف ماتش فيه 15000 في الصوره اللي عطاوها لبلادهم شوف البني الخدمه ديال منتخب اللي خادمينه في اكاديمي ويلعب في كاس العالم ومع منتخب اللي من 2017 هما نتوما مدمر الرياضه اللي حد ساعه قاعد تدمروا في جد ما بها الكلب جا هذا صادي مسكين باش يجمعها ما لقى ما يجمع ما عنده ما يجمع كلشي مدمر كلشي مدمر فئه مدمره ما كانش شفتي يا خوتي الجزائري كيعترف بالدمار الكره الجزائريه يعني من الاخر اهلكم كيدويو عليكم صافي من الاخر اخوتي اخر من اهل الجزائر كيدوي عليكم صافي حنا بلا ما ندويو من الاخر وشوفوا معايا حنا المغاربه فينا الكرم وفينا الترحيب اخوتي من اول الزمن حتى لابوات حتى ديك الدراري الصغار ديال الجزائر البنيتات اقل من 17 سنه يعني بدات ما كيعرفوا والو جاوا المغرب دهشوا شو على ترحيب شو احسن ماكلات كاع اللي مريض بينا الرئيس اللجنه كاين ترحيب رحبنا بالاطفال ورحبنا حتى بالتنظيمين قولوا اللي مريض شفتي اخوتي الترحيب اخوتي رحبنا بالجزائريين رحبنا بالافارقه رحبنا بكلشي يعني حنا بلد الترحيب وشوفوا معايا هاد المغربي شنو كيقول اخوتي شوف. والله الا كتب عليكم الله تعانيوا معنا الجزائر حتى الدريه ديال 17 عام ضربوكم 4-0 بالكامل الغريب في الامر انكم ما انسحبتوش مع وجود الخريطه والنشيد والعيون عينيه والساقيه الحمراء ليا والوادوديه سيدي المهم كنبشركم الاخوان تصفيه كاس العالم تاهل كاس العالم للبؤات الاطلس اقل من 17 سنه شرشموا لي الشاشاير ب 4-0 عرفتي هما ضاربين 4 اخوتي 4 كنربحوا كنديروا لنا كثار من نهار ذاك الماتش ديال الهوندبول السلام عليكم بارطاجيو مواطن بارطاجيو حتى مقدم برامج قناه قناه ميدي ان تي في فرحان ديال مستحضر المستاج اذا نبدا بهذا الخبر حيث انتصر المنتخب المغربي لاقل من 17 عاما باربعه اهداف للا شيء على نظيره الجزائري بملعب بركان البلدي لحساب ذهاب الدور الثالث من التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات كاس العالم الفريق الوطني الذي الثاني با 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 شتيش اخوتي لابوات الاطلس جاي من العز هذا باقي صغار هذا ماشي منتخب الكبير هذا اقل من 17 سنه وجاي من العز با الهدف دابا هاد ميديان قناه ماشي مغربيه فقط راها افريقيه فهمتي وحتى الجزائريين عندهم الاشاره ديالها يعني في القنوات ديالهم كتطلع لميدي ان تي في يعني حتى هما شافوا هاد الاهداف شافوا هادشي منطقه الجزاء كره بالراس كره بالراس منتخب المغربي يكتسح نظيره الجزائري ذهابا بالراس يا عبد الله المهم اخوتي اللي كمل معي الفيديو حتى الاخر يدير مربوحه باش نعرفك انك كاين تحياتي لك